أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أنت أهل للحمد، أنت أهل للثناء، أنت أهل للشكر، أنت أهل للتقوى، أنت أهل للمغفرة. وصلاة وسلام تامين دائمين بدوام ملكك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك المبلغ عنك بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم بأبيه وأمي، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة نسألك يا مولانا أن تحشرنا بها في زمرته، وأن تسقينا بها من حوضه شربة لا ندمع بعدها أبدا. أيها السادة المشاهدون، أيتها السيدات المشاهدات، سيادي لليتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد مرة أخرى بوجودي معكم ولقاء معكم في برنامجكم هذا يا رب. اليوم غادي نوقفوا مع واحد دعاء ورد أيضا في القرآن الكريم، وهو دعاء كيدعيوا به الملائكة المؤمنين. الدعاء هو قول الله تبارك وتعالى حكاية عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. نعود الدعاء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا الدعاء هذا كتقولوا الملائكة الذين يحملون العرش كما يحكي القرآن ذلك، أي كما يحكي الله سبحانه وتعالى في القرآن، كي يقول سيدي مولاي: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله، هادو حملة العرش ويحملوا عرش ربك فقوم يومئذ ثمانية. والعرش ديال سيدي مولاي يعني هو الذي استوى عليه وفوق الكرسي. العلماء اللي كيتكلموا في هذه الامور هذه وكيجيبوا الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم كيوصف هذا العرش، يقول هو يعني الكرسي وسع كرسيه السماوات والارض، العرش كبر منه، العرش كبر منه. إذن هاد الذين يحملون العرش هما ثمانية من الملائكة. الذين يحملون العرش ومن حوله، أي اللي كيكونوا معاهم وما كيتسموا الملائكة الكروبيون، هؤلاء شنو العمل ديالهم؟ الذين يحملون العرش شنو العمل ديالهم؟ يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عن النقائص، ويؤمنون به أي يخضعون له ويسلمون له، ثم ويستغفرون للذين آمنوا. الشغل ديالهم شنو هو؟ تسبيح، تسبيح الله تبارك وتعالى، والتسبيح تنزيه للذات الإلهية عن كل النقائص، بمعنى الله سبحانه وتعالى له الكمال، متصف بصفات الكمال المطلق. وهذه الكلمة ديال التسبيح، التسبيح والحمد، التسبيح يعني كنقولوه لننفي عن الله كل نقص، والحمد يعني لنصف الله، لنصف الحق سبحانه وتعالى بكل يعني بكل الكمالات، ننفي عنه النقائص
ونثبت له الكمالات. الذي يعني هذه الملائكة هذا هو العمل له، الذين يحملون العرش، أي الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، أي ومن حول العرش لهم ملائكة الكروبيون، يسبحون بحمد ربهم، يسبحون الله تبارك وتعالى ويحمدونه، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، هم مؤمنون به، مصدق يعني بوجوده، خاضعون له، مستسلمون له، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، ويستغفرون للذين آمنوا، أي يدعون للمؤمنين بغفران الذنوب، والاستغفار وطلب المغفرة، فهم يطلبون المغفرة للمؤمنين ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا، اش كيقولوا في الدعاء ديالهم، كيقولوا هذا الكلام، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، هو القائل ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء، الرحمة ديال سيدي ومولاي ظاهرة كل شيء، كل شيء، ويطلق على الشيء كل المخلوقات. كما كنا قلنا بأن الرحمة ديال الله تبارك وتعالى كبيرة وكبيرة جدا، وقسم على مئات جزء، نزل جزء منها، جزء واحد منها به كترحم الخلائق فيما بينها. أما رحمته هو فواسعة وكبيرة جدا، ومن دلائل رحمة الله تبارك وتعالى حتى بالكافرين أنه كيعطيهم في الدنيا ولا يمنعهم من تمتع من في الدنيا. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن المذنب من كيرجع ربي كيقبله، وأن المستغفر كيغفر ليه. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، علمه أحاط بكل شيء، يعني يعلم الأحوال الناس، أحوال المؤمنين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، يعني اغفر لهم ما بدر، اغفر لهم داك الشيء اللي وقع منهم في غفلة من الأخطاء من الذنوب، فاغفر للذين تابوا، يعني المغفرة مشروطة بالتوبة. الإنسان إلا غلط وندم وعزم على أنه ما يعاودش يرجع لذاك الذنب، واستغفر الله تبارك وتعالى، سيدي ربك يغفر ليه. فالملائكة، هاد الملائكة هادو الذين يحملون العرش، كيستغفروا للمؤمنين وتيقولوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أي تابوا أقلعوا عن الذنب واتبعوا سبيلك، مشوا في الطريق السوي في المنهج، ساروا على النهج، أطاعوك، تركوا المعاصي وأقبلوا على الطاعات. وقهم عذاب الجحيم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، أبعدهم عن عذاب الجحيم، العذاب المؤلم الموجع. الجحيم هو المؤلم الموجع، تنقلوا عذاب الجحيم، الجحيم هو الألم والوجع. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ثم كيزيدوا دعوة، يقولوا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن هاد المؤمنين الذين تابوا من ذنوبهم وأقبلوا على الله تبارك وتعالى بالطاعات وتركوا المعاصي، كيدعيوا لهم الملائكة بغفران الذنوب ويدخلهم سيدي ربي جنات عدن. ربنا وأدخلهم جنات عدن، كيطلبوا من الله سبحانه وتعالى يغفر لهم الذنوب ديالهم ويبعدهم من جهنم، يحفظهم من جهنم، من عذاب الجحيم، هذا العذاب المؤلم الموجيع، ويدخلهم بدل ذلك الجنة، وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. جنات عدن عدن احد اسماء الجنة، جنات، كاين جنة عدن، كاين جنة النعيم، كاين الفردوس، جنات عدن التي وعدتهم. وعدتهم يعني وعد الله المؤمنين بالجنة، وعد الله المتقين بالجنة غدا يوم القيامة،
وعدهم بأن يرحمهم غدا يوم القيامة في الحساب وأن يخفف حسابهم وأن يدخلهم الجنة. ربنا وأدخلهم جنات يعني التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ماشي أي الآباء أي آباء، لا، الآباء الصالحين والأزواج الصالحين والذرية الصالحة. وهذا الأمر هذا راه مترابط، فإذا كانوا الآباء صالحين كتكون الذرية صالحة، والذرية الصالحة كتكون بالأزواج الصالحين. فهاد المؤمنين هادو يعني رب الملائكة كيطلبوا الله سبحانه وتعالى باش يدخلهم الجنة وهما الصالحين من الآباء ديالهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. الغالب، العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء لا يقهره شيء، الحكيم له الحكمة في تدبير الأمور. وقهم السيئات، احفظهم من السيئات، احفظهم ما يوقعوش في السيئات. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، بعدهم من السيئات ما يطرحوش فيها، واغفر لهم ديك السيئات اللي تجاوز عليهم الى غلطوا وتابوا. ومن تقي السيئات يومئذ غدا يوم القيامه فقد رحمته، فقد رحمته. الرحمه الكبيره هو ان الله سبحانه وتعالى لما كنوقفوا قدامه غدا يوم القيامه كيتجاوز علينا، كيتجاوز على السيئات ديالنا وكيقبلنا في الرحاب ديالو. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الربح الكبير والفوز العظيم هو الدخول للجنه، هو لما سيدي ربي سبحانه وتعالى يقبلك في رحابه، هو لما سيدي ربي سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ديالك ويستر العيوب ديالك ويتجاوز على السيئات ديالك ويقبلك في الرحاب ديالو ويدخلك للجنه ديالو. ولهذا حنا كنقولوا من الادعيه اللي كنقولوها وكنت قلتها شي مره، اللهم استرنا فوق الارض واسترنا تحت الارض ولا تفضحنا يوم العرض. هالدعاء ديال الملائكه راه الناس خاصين، المؤمنين الذين يقبلون على الله بالطاعات، ولما كيوقعوا في شي معصيه كيرجعوا كيتوبوا كيندموا وكيستغفروا الله تبارك وتعالى. فهاد الملائكه كيدعيوا، هاد الملائكه في هاد المقام الكبير كيدعيوا لهاد المؤمنين. نعاودوا نقراوا الايه، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون له ويؤمنون به. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. إلى اللقاء الآخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.